السلام عليكم البنات، مساء الخير. وش راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعضنا هاد لاغوب، هي ستيل بغبغ. القماش المستعمل فيها هو كتان. نشريت هنا 2 متر. وهنا عندنا هاد الكالون اللي خرج جديد، انا استعملت من العريض 3 متر ومن الرقيق 3 متر، وكاين فيه لي موتيف بزاف. عندنا هذا الكالون رقيق، فيه الباكي تاعو فيه 9 مترات استعملتهم كامل. وعندي هاد لي بوكي، هادوما انا اخترت هاد 3 كولور خاطر موجودين في الكالون. نبداو على بركة الله. دائما مع تفصيلة الداخل في الخارج، هنا طبقنا القماش تاعنا على 2 بالطول، ونبداو القياسات تاعنا عادي. نديرو ارتفاع الخصر، ارتفاع الصدر، وارتفاع الخصر، وارتفاع الارداف. ندورو نقيسو الكتاف 20 سنتيمتر. هنا حندير قياس ال، نهبط ميلان الكتف 2 سنتيمتر، ونديرو 21 سنتيمتر نهبطو بالكتف حدة الابط. نديرو 7 سنتيمتر تاع حربدة الابط، من 7 سنتيمتر و 3 سنتيمتر كالعادة، ونرسمو القوس تاعنا. هنا نقيسو الدوران. هنا عنا قياس ال، انا الدوران تاعنا 100 سنتيمتر مع زيادة. طبعا نطبقو لو متر غيبان تاعنا على 4 مع زيادة 2 أصابع. نقيسو لاطاي الخصر 88 سنتيمتر مع 2 أصابع زيادة الخياطة. طبعا مع السنتيمتر اللي نخليوه مع الحرف، لأنه هذا عنا الخلف تاع الخياطة. نزيدو الأرداف، هنا عنا 110، وراح ندير 3 أصابع، ونهبطو 63 سنتيمتر لاخر تحت تاع القماش تاعنا، الحاشية تاع القماش تاعنا. هايديك هنا نقطة الأرداف، أني طلعت لكاميرا. نوصلو مستقيم هنا، حطيت الأمام على الخلف وفصلتهم كيف كيف على قد بعضهم. نخرجو الخلف شوي الحاشية تاع الخياطة من الفوق، ونفصلوا الرقبة تاعنا. عندنا 7 سنتيمتر، انا هنا عندي رقبة حنديرها كاغي. نهبط ب10 سنتيمتر، هذه تاع الخلف مع 1 سنتيمتر تسمى تولي 8 تاع الخياطة تاع الخلف. هكذا هبطت ب10 سنتيمتر. نزيدو نديرو لي بانس. البنس هنا هبطنا 29 سنتيمتر، ودرنا العرض 11. هنا نهبط 21 سنتيمتر، ونديرو القوس تاعنا من 7 سنتيمتر تاع حردة الإبط. هكذا درك نروحو نحطو لي زيبانكل كيما موالف نوريلكم، باش تجينا البانس لي لتحت كيما البانس لي فوق. ما نقيسوش كل واحد وحدو باش ما نغلطوش، وهكذا تجينا اختصار في الوقت باش ما نقعدوش غير نعاودو في القياسات تاعنا. ندوروه نرسموه من الجهة الاخرى لي من هيك، من الجهة الأمامية، ونقصوا الرقبة هذه تاع الخلف، ونرسموا الرقبة تاع الأمام. هنا عندنا 7 سنتيمتر، رقبة الأمام نهبطوا ب 19 سنتيمتر، هي رقبة كاغي تاني كيف كيف. 7 سنتيمتر و 19 سنتيمتر،
هكذا الرقبة تاعنا ما تجي كبيرة ما تجي صغيرة، تجي مليحة برك. هنا قصينا فصلنا الرقبات تاعنا، ندور ونكملو نرسمو البانس في الجهة الأخرى، يخرج لنا في الجهة الأمامية. بعد ما زدنا رسمناه على جهة الجهة الأمامية، نزيدو نحيو لي زيبانكل ونزيدو نعاودو نفس الطريقة باه يجينا مرسوم على الجهتين للأمام والخلف. هاني نوريكم ونعاود البنات، كاين اللي قالوا لي لي بانس ما نعتيناش كيفاش تخدميهم، مع انهم في الفيديوهات اللي قبل تاعي كامل وريت لهم كيفاش تخدموهم. هذه اسهل طريقه بانك ديري البانس ما يجيكش معوج. هاي اللي كان عجيت هاتين، ونزيدو نديرو الجهة الخلفية تاني كيف كيف. هنا عنا الأمام، ندخلو في حردة الإبط بواحد ونص سنتيمتر، نزيدو نهبطو ميلان الكتف، الآن نروحو نفصلو الأكمام تاعنا دائما مع المانش كورباي. نديرو 18 سنتيمتر ونديرو العرض تاعنا 14 سنتيمتر. نفصلو الكم تاعنا ونروحو نديرو للدوبل تاعو، هادو فصلناهم من الجهات اللي بقاولنا من الأسفل، درنا نفس الطريقة تاع الفيديو اللي قبل هذا. هنا حبيت نوري لكم البنات بلي تفصيلة الداخل في الخارج تقدري ديريها في شحال من موديل. هنا نخيطوا الخلف، اول حاجة نبداو بيها نزيدو نديرو لي بانس، خيطو لي بانس تاوعنا. البنات جام من فضلكم، ونشكر اي واحد ترك لي تعليق تحفيزي محفز. هاي هنا درنا البانس تاعنا، هنا تاع الخلف، درك نديرو لي مانش تاوعنا ندوبلو لهم القماش.
ونزيدو ندورو عليه من الخياطة من الفوق باش كي نديرو لي بلي تاوعنا ما يتحلناش. هكذا بأفكار بسيطة تجينا الخياطة سهلة، خير ملي نخلوهم محلولين ومن بعد نوليو يعوجنا كامل. هاي ليك هنا نروحو نديرو سجافات. انا هنا سجاف اني جبت عندي طرف واحد اخر ماشي من القندورة، دي شويت برك عندي من قبل لا ميم كولور تاعو. هنا نقيسو حوالي 6 سنتيمتر، وهنا نقيس باللي السجاف راح يجيني باش نقصو. نقصو السجاف تاعنا هكذا. ونديرو لو لوتور تاعو كامل 6 سنتيمتر. كنحددو الرقبة تاعنا بالطباشير باش نقدروا نقيسو القياس الاخر. نديرو الطريقة هادي على الامام والخلف كيف كيف. هاي ليك نقصو السجاف تاعنا، نروحو نحددو له لافازلين الامام والخلف في زوج. عامليك هنا كيفاش درنا لهم، اعتذر على صوتي راهو في حالة. نلصقوا الرقبة تاعنا، لازم كي نحطوا الرقبة تاعنا نقيسوا القياسات تاع الرقبة تكون كيف كيف كيما فصلناها. لازم العرض هنا عندنا 14 سنتيمتر والطول 19 سنتيمتر. كي نلصقوا الرقبة ونحكموها باللي زيبانجل، ولا قبل ما نحكموها باللي زيبانجل نتأكدوا من القياسات هما الاولين، ومن بعد نثبتوا الرقبة تاعنا قد قد مليح. هاي لك هنا الرقبة تاعي انا راهي قد قد. بعد ما ثبتنا الرقبة تاعنا مليح نروح نقصو هذاك السجاف للداخل. ونفس الشيء للرقبة الخلف. هكذا كيف كيف هنا نروحو دوك نخيطو السجاف. دائما كما قلت لكم من قبل نحب نخيط السجاف تاعي على جهة الفازلين باش ما تتعوج ليش، باش ما يمشي ليش القماش مع البيد بيش. هنا هكذا تجيني الخياطة سهلة. خيطوا الرقبة تاعنا، بالبعد 1 سنتيمتر كاملة. نكرونطيو الرقبة تاعنا في الإكوان تاعها.
ونروحو نديرو لها لافازلين. هاي اللي كان عفوا نديرو سيرفيلاج هنا. دوك ندورو الرقبه تاعنا ونرقدوها بالخياطه. هذه الرقبه الاماميه، الرقبه الخلفيه ما نثبتوهاش حتى نلصقوا الكتاف. ومن بعد هنجوز عليها كامله بالخياطه. بعد ما خيطنا الرقبة تاعنا هنا نروحو نلصقو الكتاف، نحطو الوجه على الوجه ونديروه بالطريقة هذه، ونتأكدو أنهم الكتاف والسجافات كامل مع بعضهم ممش معوجين، ونجوز عليهم بالخياطة كامل. نحيو الزوائد، هاي اللي كيفاش تجي الخياطه تاعنا نظيفه من التحت. هنا راني نوري لكم برك، دوك نزيد ندير له سيرفيلاج انا. هاولي كتف كيفاش يجي. هاي اللي بعد ما درت له سيرفيلاج نزيد نروح ونرقدوا الخياطه تاع الظهر تاعنا تاع الخلف. بعد ما كونتينا لي كوان تاعها تاني كيف كيف، كي نكملو كامل نركدو الخياطة نولي ونروحو للقالون تاعنا اللي شريناه. راح نحطوه هاي اللي كيفاش جات الرقبة تاعنا. نروحو نجيبو القالون نلصقو فيه هداك القالون الرقيق تاع لاكيبيغ في القالون العريض، لصقوهم بالطريقه هذه باش يجيونا ساهلين، خاطر لو كان تحطيهم هكداك يهرب لك ويخرج لك تودير حد دوري. اعتذر البنات صوتي راهو في حاله، بصح حبيت نحط لكم الفيديو ما حبيتش نخليه يزيد يتاخر. ما حبيتش نطول عليكم بزاف، خاطر على بالي كاين اللي يستناو ويحبوا موديلات جدد. نبداو نروحو نحطو القالون تاعنا فوق الرقبة عادي جدا، نحطوه ندورو بيه بشوية. لاكيبي غادي نخرجوها على الرقبة، نطبقوها في الليكوان هكذا، ونتأكدوا انها مليحه التطبيقه ماهيش معوجه. انا هنا في الرقبه درت القالون رقيق، حبيت ندير زوج طرق، بصح كي تحبي تستعملي غير العريض برك عادي جدا ديري طريق واحده. هاي ليك بعد ما كملتها نزيد نروح نقيس الجوانب منا ومنا، خاطر ساعات كي الكوان ما تطبقيهش مليح يجيك جهه اكثر من جهه وتبان لك الرقبه معوجه. تتاكدي اسكو منه من كيف كيف في العرض وفي الطول. انا هنا الرقبه تاعي راهي قد قد، نروح نزيد نقيس شحال راح يدخل لي فيها باش نزيد نلصق له لاكوبور.
ونزيدو نلصقوها بنفس الطريقه. هاي لك هنا الرقبه تاعي كملناها، هاي لك كيفاش جات. درك نزيدو نروحو نحدو الطول تاع ارتفاع الخصر تاعنا باش نحط هذا القانون، نحطه في الخصر، نقيس ارتفاع الخصر تاعي هنا انا 38 سنتيمتر، نرسموه بالطباشير. بعد ما خدمته ولصقت له لاكيبيغ على الحرف تاعو، هنا كي تعودي راح تحطيه، شوفي الوسط نتاعو اللي تحطيه في القياس اللي قستيه، خاطر لو كان تحطيه لتحت او يجيك هابط وما يجيكش مليح ولا يجيك طالع، حطي الوسط تاع الكالون في نص الاخر. هنا الاكمام تاعنا كملنا تاني خدمناهم، عاملي كيفاش جاو. نروحو لماكينه الخياطه، هنا درنا لي مونش كورباي تاعنا، صاي درت لهم لي بلي تاعهم، هاي كيفاش ركبنا نركبوا المونش كورباي تاعنا، نرفدوا لا كيبيغ هذيك باش ما تلصقناش في الخياطه تجي لداخل، حبتها تجي من الفوق. لصقوا المونش تاعنا، نخيطوها عادي، البنات نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. هاي لك هنا القندوره كملناها، درنا سيرفيلاج فينيناها كامله، هنا هاي لك كيفاش درنا لاطاي تاعنا، لصقنا القالون في الخصر. نروحو نلصقو الجوانب، نخيطو الجوانب بعد ما تاكدنا من القياسات تاعنا كامل. هنا البنات انا دائما نحب نخلي في القندوره لداخل زوج اصابع، ولا انسي جامي مولات هاد سمان، ولا تلقى واش تزيد من الداخل. هاي ليك هنا البنات راح نوري لكم هاد الطريقه باش تقصوا القندوره تاعكم من تحت، كي تعود هاد الطريقه تاع تفصل الداخل في الخارج، طريقه امي ربي يرحمها كانت تستعملها في زمان. هنا قصينا الطول تاعنا اللي نسحقوه، وخلينا 1 سنتيمتر تاع الخياطه، وهنا القندوره تاعنا تبقى على زوج، ونزيدو نطبقوها على 4 هكذا بالطريقه هذه. هكذا وندوروها هنا، هنا وين حددنا الطول تاعنا نزيدو نرسمو بالطباشير، هذا هو الطول اللي نسحقوه هكذا، ونروحو نقصوها بشكل دائري من الجهة هذه حتى نخرجو لتحت للحاشية، نخرجوا للكفه اللي قصيناها هكذا. صدقوني الطريقه هذه راهي رائعه، ما تجيكمش خلاص جناب طايحين، تجي دايره كامله كي توقفي بها تجيك سواسوا. هنا دوك نروحو نقيسو، نقيسو القندوره من تحت على الكالون باش نركبوا له هذيك لاكوبور في النوار اللي في النوار. هاي لك هنا نطبقوا
حاشية تاعنا للبرا ماشي للداخل باش تجينا مفينية من تحت بالطريقة هذه، ونخيطو هاي لك كيفاش. نزيدو نخيطو الجهة الفوقانية. هنا القالون تاعنا شوية عريض، كي تحطيه وتبداي تخيطي كي شغل يعواج لك، خاطر القندورة تاعنا ورايحة تضيق من فوق. هنا كي تشوفي القالون بدا راح يعواج لك، ديري اون بانس صغيرة وزيدي خيطي. اون بانس صغيرة هي ما تجيش تبان بزاف، ليسونسيال انها تجيك مليحة برك. هاي لي كيفاش. هنا نديرو لوتور كامل ونروحو نشوفو القندورة تاعنا في المانكه. هايليك البنات القندورة تاعنا جات ما شاء الله. ومن تحت راهي عريضة اون ديري اون فورم. الى هنا يكون فض الفيديو تاعنا، الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى انه يكون نال اعجابكم ان شاء الله يا رب. في امان الله.